قصة قوم سموا أصحاب السبت، حصلت في زمن داود عليه السلام في قرية تسمى قرية أيلح، موجودة على شاطئ بحر القلزم. هذه القرية كانت من بني إسرائيل، وكانت شريعتهم أنهم في يوم السبت حرم عليهم العمل، ممنوع يوم السبت العمل، تشريع عندهم، وكانوا يعملون، وأكثر عملهم كان الصيد، صيد الأسماك والحيتان. الحوت في اللغة هو السمك، فكانوا يصطادون السمك ويعيشون عليه. وكانت الأسماك لأنها مرت في سنوات طويلة لا تصاد يوم السبت، فاعتادت هذه الأسماك أن تكثر يوم السبت وتقل في باقي الأيام، لأن الناس اعتادوا على الصيد في كل الأيام إلا يوم السبت، ممنوع، حرام عندهم. وكانت فتنة لهم أن يروا الأسماك على سطح البحر في يوم السبت ولا يرونها في باقي الأيام إلا قليلا، وعيشهم ورزقهم على هذه الأسماك. ومرت السنون وهم صابرون متحملون هذه الفتنة، حتى جاء يوم من الأيام، وهذه القصة نزلت في المدينة لما كانت اليهود تقول نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، نحن كذا ونحن كذا. الله أنزل هذه القصة على نبيه حتى يقص فيها على اليهود، علشان يقول لهم هل تعلمون ماذا حصل لأصحاب السبت؟ شوفوا ما الذي حصل لأصحاب السبت. كانوا يوم السبت لا يعملون ولا يفعلون شيئا ولا يصطادون، ومرت الأيام والشهور والسنون على هذا. فلما كثرت الأسماك والحيتان يوم السبت لجأوا إلى حيلة من الحيل. الإنسان مرات ما يعصي ربه مباشرة، لكن يلف ويدور يدور حيلة علشان يسوي المعصية. هو يحب الخمر، يحب الزنا، يحب، لكن ما يقدر يأتيها مباشرة، فش يسوي؟ يلف ويدور ويسوي له حيلة علشان يفعل هذه المنكرات وهذه الآثام. فإذا بهم يفعلون حيلة من الحيل، سووا، نصبوا الحبال والشباك وغيرها، نصبوها يوم الجمعة، حطوها وجهزوها يوم الجمعة علشان الأسماك اللي تجي يوم السبت تقع بالشباك وتقع بهذه الحبال. هم ما يسوون شيء يوم السبت، حاطين شباكهم متى؟ يوم الجمعة. والأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشباك، ويوم الأحد يأخذونها. هم ما سووا شيء، احنا ما صدنا يوم السبت، لكن اللي يبونه حصلوا كل الأسماك اللي جاءت يوم السبت وقعت في الشباك. طبعا هذا الأغبياء يقولون ما سووا شيء، لكن العقل يعلم أنها حيلة وأنه كذب وأنه افتراء على دين الله عز وجل. فإذا بهم يفعلون هذا الفعل، الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة، يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تكثر يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار من رب العزة لكثرة جرائمهم وكثرة فسقهم، أراد الرب أن يبلوهم فابتلاهم بهذا الأمر، أسماك تكثر يوم السبت وما في باقي الأيام إلا القليل، لكنهم اعتدوا على يوم السبت. فما الذي حصل؟ هل تركهم الناس؟ هل كل بني إسرائيل فعلت هذا الفعل؟ لا، جاءت فئة من بني إسرائيل مؤمنة تقية تخاف ربها عز وجل، شافت هؤلاء الناس مستانسين، حاطين شباكهم الجمعة يطلعونها الأحد، والخير يكثر، وضعاف الإيمان يقولون حنا لا فعلنا المحرم ولا المنكر، والخير عندنا زاد، وهذا كله يعني نعمة الله أنعمها علينا. فجاءت الفئة المؤمنة الصادقة التقية اللي ما تلف الدور، اللي تسمع وتطيع ربها، قالت لهم لما تفعلون هذا؟ حرام، ما يجوز، هذا منكر. فجاءت فئة ثالثة، الحين في ناس يصطادون في يوم السبت،
وفي ناس تنهاهم. وجاءت فئة ثالثة، الفئة الثالثة شن هي؟ الفئة المثبطة، موجودة حتى اليوم، ناس يعصون وناس يدعونهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. الفئة الثالثة المثبطة اللي تجي حق الدعاة وتقول لهم انتوا ايش فيكم؟ ايش عليكم منهم؟ خلوهم، صادوا ولا ما صادوا ما ضروكم، ما سووا لكم شيء. بعدين هذول ترى ما منهم فايدة، نصحتوهم اليوم ليه بعد سنة ترى ما راح يستفيدون. خلوهم يبقى صادوا ولا ما صادوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ما في فايدة فيهم، خلوهم. فرد الصالحون الدعاة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، ردوا على هؤلاء المثبطين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم. أول شيء يعذرنا الرب يوم القيامة، لما نأتي يوم القيامة يقول الله لنا أمرتموهم نهيتموهم، نقول نعم يا رب حنا سوينا اللي بيدنا، ويمكن الله يهديهم. الهداية عند الله مو عندكم. ولعلهم يتقون، شوف النقاش بين الطائفتين، الطائفة المثبطة والطائفة الداعية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو اللي صار الآن؟ انقسم الناس ثلاث فئات. فئة وقعت بالذنب واعتدت في يوم السبت، فئة نهتهم وحذرتهم، فئة ساكتة مثبطة لا فعلت المعصية ولا راضية على الدعاة. شو اللي صار؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفئة الآمرة الناهية هذه فقط التي أنجاها الرب. احنا قلنا ثلاث فئات، هذه الفئة نجاها الرب عز وجل من العذاب. طيب، والعصاة اللي اعتدوا يوم السبت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أهل الاعتداء في السبت أخذهم الله بالعذاب. طيب الفئة الثالثة لم يذكر الله عز وجل مصيرها، الرب ما ذكر مصيرها، هل عذبت؟ الله أعلم. هل نجت؟ الله أعلم. بين هذا وبين هذا، ربما هلكت لأنها كانت ساكتة وراضية، وربما عافاها الرب لأنها ما اعتدت مباشرة، لكن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه معصية بحد ذاتها، ولهذا نجى الرب فقط من؟ الذين ينهون عن السوء. طيب أهل المعاصي شو اللي صار فيهم؟ لما وقعوا بالمعصية الصالحون ايش قالوا قبل ما يعذبهم الرب؟ الصالحون قالوا نخاف أن ينزل علينا العذاب وهذيل عايشين بيننا، ايش رايكم نسوي سور بيننا وبينهم، جدار بيننا وبينهم. بنو إسرائيل الصالحون بنوا جدارا بينهم وبين الذين يقعون بالذنب يوم السبت، فصاروا العصاة في جهة والمؤمنون الصالحون في جهة ثانية، وكانوا كل يوم في الصباح يتشاوفون في المزارع في المصائد في كل مكان، يشوفون بعضهم البعض، لكن بيوتهم هذا الغير وهذا الغير، هذا بينهم جدار يفصل هذا عن هذا. في يوم من الأيام أصبح الصباح ما خرج أحد من جهة القرية العاصية، ارتفع النهار غريبة، جاء الضحى ولا أحد خرج منهم. فقال بعض الصالحين لو صعد أحدكم وتسلق الجدار ونظر ليش ما خرج منهم أحد اليوم، لا إلى رعي ولا إلى صيد ولا إلى زراعة ولا إلى شيء، خل واحد يشوف. فإذا بأحد الناس يصعد السلالم ويشرف عليهم، يبي ينظر الجهة الثانية من القرية جهة أهل المعصية وينهم ليش ما خرجوا. تعرفون ما الذي رأوا؟ رأى القرية كلها قد حولها الرب عز وجل إلى قردة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قردة خاسئين، أبناء عمهم أبناء خالهم، هم أصلهم كانوا قرية واحدة
هؤلاء عاشوا معززين مكرمين. أما الجهة الأخرى قربها الرب عز وجل إلى قردة، ففتحت الأبواب ودخلت القردة إلى الناس. الآن قردة هم بشر، لكن وجوههم وأوصافهم صارت قردة. فإذا بالقردة كل واحد يذهب إلى ابن عمه، يذهب إلى ابن خاله، يذهب إلى أخيه الصالح ويجلس عنده. وإذا بهم يقول الصالحون، تدرون كم كانوا؟ كانوا 70,000 كلهم تحولوا إلى قردة. 70,000 إنسان قلبهم الرب عز وجل إلى قردة، الشيوخ والشباب والنساء والرجال والأطفال. فيدخلون على الصالحين فيقول الصالحون لهم، كل واحد يقول حق ولد عمه، يقول حق أخوه، يقول حق قريبه الذي قلب، قال له الذي مسخ، قال له يا فلان ألم ننهكم عن هذا، ألم ننهكم عن هذا، ما يستطيع يرد عليه لأنه أصبح قردا. فيهز إليه برأسه وعيناه تدمعان، النعم النعم. يقول ابن عباس مكثوا في الأرض 3 أيام فقط، لأن المسخ ما يعيش وما لا ذرية، ثم أهلكوا جميعا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معصية واحدة قلبهم الرب عز وجل جميعا وحولهم ومسخهم إلى قردة. ابن عباس لما ذكر القصة ترجمان القرآن بكى. قيل ما الذي يبكيك يا ابن عباس؟ قال معصية واحدة، انظروا ماذا فعل الله بهم، وإنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها، إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنجاهم الرب؟ فقط الذين أنكروا المنكر، فقط الذين حذروا الناس، هؤلاء هم الذين أنجاهم الرب. أما البقية وربما حتى المثبطون مسخهم الرب عز وجل إلى قردة، وقردة خاسئين. هل نفعتهم ذنوبهم؟ هل نفعتهم معاصيهم؟ افعل ما تفعل، اخدع من تخدع، واحتال كما تشاء، واكذب فإنما تكذب على نفسك، واخدع فإنما تخدع نفسك، وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. كم يتحايل الناس الآن على الربا، يقولك لا هذا مو ربا، هذا كذا وكذا، يعرف إنه ربا. يتحايلون على الزنا، يتحايلون على الخمور، يتحايلون على الذنوب، وما يدرون أن الله عز وجل مطلع على سريرتهم. معصية واحدة وقلبهم الرب عز وجل وجعلهم قردة خاسئين. لسنا بأكرم على الله من بني إسرائيل، البشر بشر والناس ناس، أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن المعصية عاقبتها عظيمة ووخيمة، قد تكون في الدنيا كما فعلها الرب عز وجل بهذه الأمة، وقد يؤخرها الله عز وجل.